זכור את אשר עשה לך עמלק נצטווינו. אנו זוכרים ואנו נלחמים. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu urged the soldiers to remember what Amalek has done to you. The genocidal invocation to Amalek was anything but idle. لنغوص في بحر التاريخ الغامض. من هو عوج بن عنق؟ لم أكن أعلم يوما أن هذه الشخصية ستكون مجددا محور إحدى حلقاتي، أو بالأصح القوم الذين تنتمي إليهم هذه الشخصية، ولم أتخيل أن أتناولها وقومها في خضم أحداث لم تشهد الإنسانية مثلها من قبل في عصرنا الحديث على الأقل. أعداء ألدة ورعب ما زال يلاحق أحد هذه الأطراف إلى يومنا هذا. ما علاقة هذه الشخصية وقومها بالحرب التي تجري اليوم؟ لماذا بات الكل يتحدث عن هؤلاء القوم؟ وتحديداً لماذا عاد العماليق من تاريخهم السحيق ليتصدروا أخبار يومنا هذا؟ وما الذي قصده بنيامين نتنياهو عندما ألقى هذه القنبلة؟ وهل حقاً كما يشير البعض التاريخ يعيد نفسه؟ كيف؟ ولماذا؟ أسئلة كثيرة وتفاصيل مثيرة سنعرفها الليلة في رحلتنا عبر التاريخ السحيق لنتعرف على العماليق، رعب اليهود الدائم. لذا خذوا نفسا عميقا ولنبدأ. وقبل ذلك أود أن أعرفكم على فلاجيديو. فلاجيديو منصة استثمارية رائدة تشكل ملاذا آمنا ودليلا شاملا للتداول في العالم العربي. تتميز خدماتها بالشفافية والسهولة، وتقدم محتوى تعليميا مجانيا ومتكاملا، بالإضافة إلى خدمات البحث عن الوسيط المناسب وطلب خطة استثمارية مجانية وتوصيات وفريق دعم جاهز لمساعدتك في كل خطوة. الآن تقدم لك فلاجيديو فرصة الربح السريع من خلال عرض الكوبونات، حيث ستتمكن بعد التسجيل من استخدام خاصية نسخ الصفقات من مختلف المنصات مع الاستفادة بكاش باك يصل إلى 100% من حجم إيداعك. فقط اختر العرض المناسب وشاهد أرباحك تنمو بسرعة وبدون جهد. وإذا شاركت مع أصدقائك فستربح المزيد. سجل الآن مع فلاجيديو في الرابط الموجود في وصف الفيديو، ولا تنسى أن تستخدم كود حسن كي تستفيد من بونس على الإيداع. في 28 من أكتوبر من العام 2023، وفي خضم الحرب الإسرائيلية الشعواء على قطاع غزة، خرج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أحد المؤتمرات الصحفية مصرحا بالعبارة التالية، يقول كتابنا المقدس: تذكروا ما فعل العماليق بكم، نحن نتذكر ونقاتل. تصريح ليس بجديد، فقد سبقه تصريح حول أبناء النور وأبناء الظلام، وتصريحات أخرى في جلساتهم مع الحاخامات تم تسريبها وتتحدث عن قتل أبناء ونساء وأغنام وحمير وأبقار العماليق، وكلها منتقات من التوراة طبعا. هذه التصريحات بالمناسبة كانت من الأدلة التي ارتكزت عليها جنوب إفريقيا في الدعوة التي قدمتها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بجرم الإبادة الجماعية. لماذا؟ ستفهمون العلاقة بعد أن نتعرف معا على العماليق. من هم؟ وما علاقتهم ببني إسرائيل؟ ولماذا هذا الحقد الدفين؟ لذلك حافظوا على كل تركيزكم واسمعوا القصة. تعود جذور القصة إلى أكثر من 40 قرنا خلت، أي إلى زمن النبي إبراهيم عليه السلام، حيث وبحسب الكثير من المؤرخين أمثال الطبري وابن خلدون وغيرهم، سكن قوم العماليق الجزيرة العربية وصولا إلى بلاد الشام ومصر. هؤلاء القوم أي العماليق يرجع نسبهم بحسب المؤرخين العرب إلى عمليق بن لاوث بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام. البعض يرى أنهم أصل العرب، وآخرون أمثال المسعودي أوردوا في كتبهم أن عمليق وقومه أول من تكلم اللغة العربية. طبعا في هذا الأمر اختلاف مع وجود مصادر أخرى ترى أن نبي الله إسماعيل عليه السلام هو أول من تكلم العربية، والبعض الآخر يرى أنهم قبائل البدو الذين أطلق العرب عليهم هذا الاسم وعادوا واندمجوا مع العرب بعد هزيمتهم على يد بني إسرائيل، وهي الحكاية التي سنصل إليها لاحقا. نعود إلى عمليق هذا الذي تقول المصادر التاريخية العربية أنه وأولاده وأحفاده سكنوا بادئ الأمر في الجزيرة العربية، إلا أنهم انتقلوا إلى أرض الرافدين ليقطنوها مع أحفاد آخرين للنبي نوح. وعلى ما يبدو تكاثرت هذه القبائل
وازدحمت فيما بينها. وبحسب المصادر أيضا، مع انهيار برج بابل أضحى لزاما على عمليقة وقومه العماليق العودة باتجاه الجزيرة العربية، وبالتالي الانتشار في أنحائها مشكلين كبرى قبائل الجزيرة العربية مثل جاسم، بنو لف، بنو سعد، بنو ظفار، بنو الأزرق، بنو راحل، بنو مطر وبنو أرقم وغيرها الكثير من القبائل العربية التي يعود نسبها بحسب كتب التاريخ هذه إلى عمليق. واسمعوا التالي: أصدقاؤنا الفراعنة أو المصريين القدماء بحسب بعض هذه المصادر هم من أحفاد العماليق أيضا، بل بعض المصادر ذهبت إلى أن ملك مصر الذي عاصر النبي يوسف كان منهم، أي من العماليق. لا عجب في هذا، قد يفسر هذا الأمر الكثير من الأمور العالقة، من يدري. نعود إلى العماليق الذين وصلوا بحدود انتشارهم إلى فلسطين من شمالها إلى جنوبها، فعاشوا في أرضها وتجاوروا مع غيرهم من الحضارات التي سكنت أرض فلسطين وتعاقبت عليها. اشتهروا بالزراعة ومن بعدها التجارة ومختلف الأعمال التي كانت سائدة آنذاك، وبقي الحال على هذا المنوال حتى خرج بنو إسرائيل من مصر ووصلوا أرض فلسطين، وهناك بدأت المشاكل. العماليق أحسوا بالخطر القادم من بني إسرائيل، وبدأت المعارك بينهم وبين بني إسرائيل، وخصوصا أن هؤلاء بدأوا بمهاجمة العماليق بغية الاستحواذ على ممتلكاتهم، في حين أن التوراة وأسفار العهد القديم أشارت إلى أن العماليق هم من اعتدوا على بني إسرائيل ليصبحوا بذلك الأعداء الأزليين لليهود. طبعا بهدف تحقير العماليق وتاريخهم كان لابد للتوراة من أن تورد في نصوصها أمر نسب العماليق، فأشارت إلى نسب عمليق جد العماليق العرب، ولكن بطريقة فريدة لم ترد إلا في التوراة. فقد ورد في الروايات المدراشية إحدى أبرز التفسيرات للتوراة أن جد عمليق المسمى أليفاز كان على علاقة محرمة مع زوجة أحد الأشخاص، فأنجب منها ابنة سماها تمناع. وبحسب الرواية لم يكتفي بعدها أليفاز بذلك، بل دخل مع ابنته في علاقة سفاح قربة محرمة نتج عنها ولادة عمليق. إذن الموضوع زنا وسفاح قربة نتج عنهما ولادة أحد العمالقة، ولكن انتظروا قليلا، ألا يذكركم هذا الأمر بموضوع عملاق آخر تكلمت عنه سابقا في إحدى حلقات برنامج غموض؟ عملاق ولد نتيجة أول علاقة زنا في الخلق؟ نعم أصدقائي، عوج بن عنق. الكثير من المصادر أوردت اسم هذه الشخصية المثيرة للجدل، حفيد آدم عليه السلام، العملاق الأبرز في التاريخ. المصادر التاريخية التي ذكرت هذه الشخصية وأقرت بوجودها ذكرت حربه مع بني إسرائيل والرعب الذي كان يسببه لهم، فعوج هذا كان يصطاد الحيتان ويشويها في عين الشمس كدلالة على ضخامته، بالإضافة إلى نجاته من الطوفان دون ركوب السفينة، لأن مياه الطوفان بلغت ركبتيه بحسب الروايات القديمة، وغيرها الكثير من الأمور التي فصلناها في حلقة عوج بن عنق في برنامج خمود. المصادر أيضا ذكرت أن عوج هذا مع قبيلته كانوا السبب في رفض بني إسرائيل محاربة الجبارين كما وصفوهم، وفي نهاية الأمر قتل عوج على يد النبي موسى عليه السلام. الروايات التوراتية ذكرت الكثير من المعارك التي دارت بين العماليق وبني إسرائيل، إلا أن المعركة الأبرز والتي يتغنى بها اليهود ويذكرونها في كل محفل يذكر فيه العماليق هي معركة رفيديم. القصة تقول أن بني إسرائيل كانوا في منطقة تسمى رفيديم عندما باغتهم العماليق بهجوم، فقتلوا منهم عددا كبيرا، ولم ينجو بعض اليهود إلا بشق الأنفس، ليعود بنو إسرائيل ويجمعوا شتاتهم بقيادة يوشع بن نون، ثم يهزم العماليق هزيمة جزئية دون أن يتمكنوا من القضاء عليهم. هل لاحظتم وجه الشبه بين تلك المعركة ومعركة اليوم؟ العماليق بعد هزيمتهم انتشروا في أرجاء الجزيرة العربية واندمجوا مع شعوبها كما ذكرنا سابقا، وبعضهم بقي في بلاد الشام ومن بينها فلسطين، وبقيت سيرتهم تثير الرعب في قلوب بني إسرائيل، وبقي القضاء على أحفادهم حلما يراود أحفاد بني إسرائيل. فلا عجب اليوم إذن أن يستشهد نتنياهو بمقطع التوراة الذي يذكر العماليق،
ولا عجب أن يذكر نتنياهو وغيره من مسؤولي الكيان العداء القائم بينهم وبين العماليق منذ 30 قرنا، ولا عجب أن يستخدموا أوامر التوراة بقتل العماليق، نسائهم وأطفالهم ورجالهم وأغنامهم وحميرهم دون رحمة. لتبرير ما يجري على أرض اليوم، فالفلسطينيون هم أحفاد العماليق بحسب الصهاينة، وما جرى في ذلك اليوم من أشهر مضت ما هو إلا إعادة تجسيد لمعركة رفيديم. ولكن بنو إسرائيل هذه المرة مصممون على القضاء على أحفاد العماليق أو إبعادهم عنهم قدر الإمكان، أو بكلمة أخرى إبادتهم. فهل فهمتم الآن لماذا أوردت جنوب إفريقيا قول نتنياهو هذا في دعواها؟ قد يتساءل بعضكم، لماذا الآن مع كل الحروب التي خاضها الكيان، لماذا الآن ذكر العماليق؟ أنصتوا جيدا. بعض أبرز المصادر التاريخية التي تناولت موضوع تاريخ غزة ذكرت أمرا مثيرا للاهتمام. بنو إسرائيل انتشروا فعلا في أرض فلسطين التي كانت أصلا مأهولة بالحضارات الأخرى كالكنعانيين والعموريين والفلسطينيين وغيرهم الكثير، وغزة من بينها. إلا أن غزة تحديدا بحسب هذه المصادر كانت مسكونة من العماليق أو الجبارين، ولم يستطع بنو إسرائيل دخولها لخوفهم منهم، بل هي المدينة التي أرسل إليها النبي موسى جواسيسه لاستطلاع أخبارها، وعادوا بأخبار العماليق، وهناك قامت معركة كبيرة استطاع فيها بنو إسرائيل هزيمة العماليق بعد جهد جهيد وبتدخل من موسى عليه السلام الذي قتل عملاقهم الأكبر. ومن يدري، على الأرجح كان هذا العملاق هو عوج بن عنق نفسه. إذن الموضوع قديم قدم الزمان، والثأر ما زال قائما، والخوف يبدو أنه يسري في الجينات اليهودية من العماليق وذكرهم. ولهذا فإن السعي لتحقيق نبوءات التوراة وعلى رأسها نبوءة إشعياء قائم على قدم وساق، كما أن الخوف من نبوءات الزوال كالعقد الثامن وغيرها أيضا حاضر وبقوة. أما النتيجة فمعلقة تنتظر الأحداث وتطورها تماما، كما ننتظر نحن كيف ستنتهي معركة عماليق العصر. إلى هنا أصدقائي ينتهي الحديث عن قوم العماليق أعداء بني إسرائيل الأزليين، رغم أن الحديث عنهم وعن نبوءات التوراة ومحتواها يحتاج لحلقات كثيرة، إلا أن القصد من هذه الحلقة كان تسليط الضوء على أحد جوانب هذه الحرب، الجانب الديني والتاريخي الذي لم يعد خفيا على أحد. العماليق كانوا موجودين لا خلاف على هذا الأمر، لكن هل كان عوج بن عنق منهم؟ فهذا أمر كان وما زال وسيبقى على الأغلب مثار جدل وغموض للأجيال السابقة واللاحقة. وكما أسلفنا، الحقيقة بشأن نسبهم اختلفت من مؤرخ لآخر ومن دين لآخر، إلا أن الثابت أمران: الأول علاقة العماليق بالعرب، سواء لجهة كونهم أصل العرب أو لكونهم اندمجوا مع العرب بعد هزيمتهم من بني إسرائيل. والأمر الثاني العداء الأزلي بينهم وبين بني إسرائيل، العداء الذي لم يعد خافيا على أحد. والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا الآن إعادة هؤلاء القوم من تاريخهم السحيق إلى الواجهة في تصريحات مسؤولي الكيان الغاصب؟ هل لغاية دينية كي يصبح كل شيء مباحا تحت ذريعة الدين؟ وماذا عن العماليق الجدد بحسب تصريحات الإسرائيليين؟ المعركة قائمة وهم يريدون القول بأن التاريخ يعيد نفسه، فكيف ستنتهي المعركة؟ وماذا عن مصير عمالقة العصر الحديث؟ إجابات هذه الأسئلة ستبقى معلقة إلى حين نهاية المعركة وانجلاء غبارها، وعندها سيكون لكل حادث حديث. ومن جديد للمهتمين في تعلم التداول والاستفادة من عرض فلاكيديو، الرابط في وصف الفيديو. وإلى ذلك الوقت وحتى انجلاء الغمة عن أهلنا في غزة وعن هذه الأمة، ابقوا أصدقائي في أمان والسلام.